يوجوالي البراند ايدنتي بيبقى لازم طبعا راي الكلاينت اهم حاجه، لان هي في الاخر حاجه ليه. دي حاجه اللي هو كومبليتلي مريم، يعني كل الحاجه كل الحاجات اللي مريت بيها في حياتي، وذر الانترست بتاعي في فاشن ديزاين او ان انا درست اصلا براند ايدنتيتي او كل حاجه اتعلمتها في الجامعه، ادت ل ان انا دخلت كل تعليمي ده في البراند بتاعتي. فابتديت اعمل منتجات، برسم كل حاجه بايدي، بعمل كل حاجه بايدي، بيجي لي الافكار. يعني الحاجات اللي احنا شايفينها دي كلها انت رسمها بايدك؟ بالظبط كده، اللي على السويت شيرت وعلى الشنط وعلى الكبات، كل حاجه، كل حاجه، كل التفاصيل وكل الديتيلز انا بعملها. وبحب على طول افكر برضو في حاجات جديده مختلفه، يعني مثلا زي الشنطه دي عملت الديزاين بتاعها وحبيت احنا هنا معانا على الشاشه السويت شيرت. اوكي السويت شيرت ده الفت زي قصه كده، ان هي في ليمونه والليمونه دي عندها قصه، وفي الاخر بتدي انسبيريشنال مسج. فالناس كتير قوي 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 اعجبت بالسويت شيرت ده، وكان من بست سيلرز بتوعنا اصلا. ايه بقى الرساله المعبره اللي انت وصلتي فيها؟ اشرحي لنا. ان هي كانت ليمونه فاكره ان هي قويه، لحد ما حد هي عملتها بطريقه فن كده كيوت، اللي هو تبقى بتقول مسج انسبيريشنال بس مش بطريقه واضحه وصريحه. أوكي. هي ليمونه شايفه نفسها قويه ولذيذه، فجاه حد جه عليها عصرها. اه بالظبط. هي افتكرت انه خلاص دي نهايه العالم، لحد ما بقت شجره، وشجره كبرت وبقى فيها ليمون اكتر، وبتقول بقى رساله في الاخر ما تقلقوش، يعني لو جالكوا فتره في حياتكم صعبه ما تقلقوش. دونت وري اف يو جيت سكويز. بالظبط. ما تقلقوش لو اتعصرتوا. احنا بنتعصر قوي. والله يا مريم صعبت عليا الليمون. والله ناس كتير قوي تاثرت. بس فكره حلوه قوي، والرسومات بتاعتك جميله. لا فكره حلوه بجد. الالوان كمان اللي بتستخدمها حلوه. والليمونه بقى كملت معانا برضو، يعني الناس حبتها قوي قوي قوي، يعني استخدمتيها كشخصيه عندك. بالظبط. الكاركتر كده موجوده ليها الحاجات بتاعتها. عملت برضو زي شنطه كده بيستخدموها كتير قوي في الجامعات، يحط فيها اللابتوب في الشغل. في ناس مكتوب عليه بي كايند تو ماي مايند، تو يور مايند. تو يور مايند، يعني خليك طيب لنفسك او لعقلك او لمخك. فيبقى على طول الليمونه دي بتقول مسجز كده كيوت لذيذه، الناس بتحب قوي الحاجات دي. ما تجلدش نفسك فيما معناه يعني. بالظبط كده. بس وكومبايند بقى بالوان معينه، يعني برضو البراند ايدنتيتي بتاعت البراند بتاعتي ريفلكتد قوي في الحاجات اللي انا عملتها. يعني اللي انا درسته حاولت اطلعه ان انا البراند بتاعتي بحب ان هي تبين بهجه، الوان كتيره. انا شايفه انت مستخدمه البينك والاصفر، وده جنبك اورانج. اه بالظبط. يعني بحاول على قد ما اقدر تبقى على طول الوان مبهجه. حلوه برضو يا كاتبه على الشنطه ايه، انا اسفه اتاخرت، انا كنتش عايزه اجي، انا همسك الشنطه دي وعايه في كل حته ده راحه بعد كده. الراجل بكل مسكه لان كله بيتاخر. ارفعيها بعد اذنك يا مريم شويه. اه جميله. بس وبحب برضو استخدم الوان، يعني الشنطه دي برضو من جوه فيها الوان، بحب استخدم الالوان قوي، ده اللي بيميز التصميمات بتاعتي عن الحاجات. هي ووتر بروف من جوه؟ لا هي مش ووتر بروف، بس هي الماتيريال بتاعتها قويه قوي، ان هي زي ما بقول بتشيل اللابتوبس، بتشيل لو حد رايح الشغل او حد رايح الجامعه او كده، يعني بتشيل حاجات كتير قوي وتخينه. لا احنا كلنا محتاجين الشنطه دي يا شيف ولا ايه؟ انا لو عني ما كنتش عايزه اجي. الافكار اللي بتكتبيها على الشنط والهدوم بتاعتك بتجيبيها منين؟ يوجوالي بتبقى يعني مستوحاه من مواقف في يومي عادي، يعني بيبقى لو مثلا يعني دي مثلا كانت فتره في حياتي كنت حاسه بكده، يعني انا كنت حاسه ان انا تعرضتي ضغط قوي، وكنت عاوزه اقول للناس اللي هو يعني انا حاسه بيكم ما تقلقوش، ودي مسج يعني انسبايرد قوي من موقف في حياتي. فحابه اي حد يلبس ده يبقى يعني حاسس بالرساله اللي انا بحاول اوصلها. طب الفنانه الجميله نشا مصطفى، ماما بنحبها قوي وتحيه كبيره ليها. احلى تحيه طبعا لاستاذتنا الجميله. ما ساعدتكيش في اي مسج اي رساله، هي فنانه ملهمه الحقيقه. لا ورايها ايه في الموضوع ده؟ هي الاستاذه نشا رايها ايه في الموضوع ده؟ لا يعني ماما في الحته دي يعني هي مش بتتدخل خالص، ده بيورلي ماي بزنس وبيورلي مريم زي ما بقول، يعني ولا بالايجاب بالاطراء. لا هي بتسبورتني قوي 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 قوي، يعني ماما على طول واقفه في ظهري.